كنزور في بلادنا مؤخرا اكتشفت وحده من اقدم واحات الجنوب اللي السياحه الايكولوجيه والتضامنيه طورت فيها من داك الشرفيع، وانا نقول ضروري خاصني نجيبكم تكتشفوها. هاد الويكند راكم ضياف في واحات تيغمرت. وباش توصلوا لمنطقة تيغمرت عندكم 15 كيلومتر تقريبا من مدينة قلميم اللي هي 20 دقيقة ديال الطريق، والمركوب من قلميم غتلقاوه في الطوبيس اللي كيدوز كل ساعة، أولا تمشيو لمحطة الطاكسيات كبار ابتداء من 5 دراهم للبلاصة. ملي توصلوا لتيغمرت كنصحكم تنزلوا للواحة تسيروا في وسط الجنانات ديالها وتتعرفوا على الفلاحة البيولوجية كيفاش تطورت هنايا. وما كتسيروا في وسط الواحة كنصحكم تعرفوا على واحدة من الحدائق اللي كاين في وسطها بحال لو جاردان بوتانيك اللي غادي تكتشفوا فيه مجموعة من النباتات الصحراوية، وزيادة على هذا الشيء الفضاء غزال كيشهيكم أنكم تضلوا فيه. ومن بعد كنصحكم 5 كيلومتر من الواحة تمشيو تتعرفوا على المنبع ديال الماء اللي منه باش كتسقى كاع الواحة هنايا. والمفاجأة غير في 5 كيلومتر غادي تخرجوا في عين سخونة اللي كتخرج بدرجة 40 تقريبا، وتقدروا تبقاو تماك وتعوموا فيها وتقدروا تلاقوا حتى بلي نوماد وحتى تساليو وحتى العشية. كنصحكم تكملوا لشلالة فاسك وتماك المنظر كيكون غزال خصوصا لما ملي كيتدفق في واحد الحوض كبير. من الأنشطة السياحية اللي تقدروا ديروا في وسط الواحة ديال تيغمرت ومن غير لي سيركوي ديال لا روندوني كنصحكم تزوروا متحف القوافل التجارية اللي هي قصبة قديمة في عمر ديالها أكثر من 300 سنة، واليوم تحولت المتحف باش تعرفكم على الموروث الصحراوي وعلى معيشة الرحال من خلال مجموعة من المعروضات فيها. وما ترددوش تزوروا حتى الملك ديالها على القصة التاريخية ديال كل قطعة هنايا، وثمن الزيارة هو 25 درهم، ومنين تساليو الزيارة غيدوكم تحت الخيمة وغادي تيو ليكم. ومن غير متحف القوافل التجارية كاين حتى متحف ذاكرة الرحل اللي ثمن الزيارة ديالو حتى هو ب 25 درهم. وباش تعرفوا باللي السياحة التضامنية طورت من داك الشرفيع في وسط واحة تيغمرت كنصحكم تمشيو تزوروا بعض التعاونيات ديال المنطقة. كاينة اللي كتقد كسكسو، كاين اللي كتصاوب العسل خصوصا عندهم عسل ديال الدغموس، وكاين اللي كتمن حتى المشتقات ديال حليب الناقة، وتقدروا تشريو من عندهم كاع هاد المنتوجات. في وسط الواحة ديال تيغمرت كاينين دي ميزون دوت عند من تغداو، وانا كنصحكم تذوقوا عندهم الأكلة ديال الطبيخة اللي كيبخروا بها لحم الجمل وكيقادوا حتى كسكس الخماسي، والأثمنة الوجبات كتبدا من 50 درهم الواحد، وحتى المباتة متوفرة عندهم وزيد عليها في وسط فضاء ايكولوجي، والاثمنة فراه كتبدا غير من 200 درهم الواحد بالفطور وحتى العشاء. كاع هاد الاكتشافات اللي عرفتو معايا على واحد تيغمرت وباقي فيها ما يتكتشف، خصوصا الى جيتو ليها مع شهر 8 نيشان مع موسم كنكا كتكون سيمانه كلها كيتحيا فيها الفولكلور. تبقاو على خير.
كانت جبتكم تكتشفوا وجهة سياحية بعيدة على كاع توقعاتكم. اليوم غادي نخليكم تعيشوا السياحة الإيكولوجية الأركيولوجية والثقافية في ويكند واحد. مرحبا بكم كاملين في وسط إقليم أسازاك. وباش توصلوا لأسا عندكم 100 كيلومتر تقريبا من مدينة قلميم على الطريق الوطنية رقم 12. تقدروا تمشيوا ليها بالسيارة وتقدروا تاخذوا المركوب في الكار وفي تاكسي كبير ابتداء من 30 درهم من البلاصة. مني توصلوا لمدينة أسا غتبعوا البلاكة اللي كتشير القصر أسا وانتم دايزين في وسط الواحة حتى تخرجوا نيشان في القصر القديم. هذا أول مجمع سكني تبنى في المدينة من القرن 13. مني توصلوا ليه كنصحكم تزوروا الزاوية ديال أسا اللي أسسها المؤسس زيدي عزة ويدة. وانتم كتساروا في وسط القصر ما ترددوش تطلعوا حتى البرج إحشاش فين غادي نشوفوا منظر بانورامي رائع شامل المدينة القصر القصبة وحتى الجبال اللي دايرين بها. وغير في 45 كيلومتر من المدينة كنصحكم تمشيوا لمنطقة عوين لهنا فين غادي تكتشفوا موقع خاص بالنقوش الصخرية. وفي العشية كنصحكم تشدوا اتجاه الشرق باش تكملوا المنطقة معروفة بتويزكي فين غادي يبانوا لكم الكتبان الرملية اللي غادي تستمتعوا بهم وغادي تقدروا تلاقوا حتى مع الرحال وتعرفوا على المعيشة ديالهم. من الأنشطة السياحية اللي تقدروا تديروا في أسا عندكم دي سيركوي خاصين بلا روندوني تقدروا تديروهم في وسط الواحة أو على الكتبان الرملية اللي كاينين في تويزكي أو في مواقع خاصة بالنقوش الصخرية على رجليكم على ظهر الجمال أو لا اون اكسكورسيون بالكاتكات. بالنسبة للناس اللي كيعجبها تعيش السياحة الدينية أسا هي مدينة أولياء الله الصالحين كاين أكثر من 300 ولي صالح اللي تقدروا تزوروه. أسا معروفين بالصياغة ديال النقرة والفضة بالحياكة ديال الخيام التقليدية وبالذاك اللي هو النقش على الجلد. وتقدروا تشريوا حتى المنتوجات المجالية من عند صحاب التعاونيات بحال الكسكسو العسل وغيرها. حتى الليل ما تنساوش تحضروا الفولكلور المحلي المعروفين بأحواش أسا والموسيقى الحسانية. ملي تبغيو تغداو عندكم الاختيار ما بين السناكات اللي جاو في السونتروفيل او المطاعم ديال ديور الضيافة اللي جاو في قبالة الواحة وقرابين القصر. ومن الشهيوات المحليه اللي كنصحكم تجربوا اكلات المرجن اللحم ديال الطاجين ديال الابل وغيرها من الشهيوات اللي الاثمنه كتبدا من 40 درهم الوجبه. اما بالنسبه للاقامه فعندكم الاختيار ما بين دور الضيافه اللي الليله فيهم كتبدا من 300 درهم في غرفه ديال جوج الناس وداخل معها الفطور. ودابا قولوا لي واش كنتم متوقعين كاع هاد الاكتشافات تكون مخبيه في وسط اقليم أسازاك؟ ايوا منين تجيو لأسا من التظاهرات الثقافيه اللي ما خاصكمش تفلتوها عليكم موسم زاويه أسا المعروف حتى بملقى الصالحين كيتنظم ديما في عيد المولد النبوي وغادي نتحضروا فيه المجموعه من التظاهرات الثقافيه. نتلاقاو فيه العام الجاي. ايوا تهلاو فراسكم.